أهلا بكم من جديد في لقاء جديد من فضاءات. ضيفتنا لهذه الحلقة الشاعرة والناقدة الأردنية إيمان زيادة. تابعوا حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. هذه المدائن: عجز القصيد وجفت الأدواء، وخبى على هام البدور سناء، وتبدلت بعد انبلاج صباحها غرر لها، وانهدت الأسماء. هذه المدائن لم تعد تلك التي بنيت لها فوق التراب سماء. بغداد، بغداد أضحت لا ترى أركانها، فكأنها بعد الشموخ هباء. أعيا الهلال سحابها حين امتطى قمم الضياء، فغارت الأضواء. دمها غدا زاد الفرات ومده، من بعد أن قتلت بها الأنواء. فمضى لدجلة يستغيث رواءه، فسقاه حزنا ليس فيه رواء. ودمشق، ودمشق أفضت للحمائم قلبها، فمضت تنوح بجوها الورقاء. حزن المآذن شفها شوق إلى صوت المؤذن، بحه الإعياء. مدت إلى الآفاق دمع عيونها تبغي الضياء، وليس ثم ضياء. وجعي عليك، وجعي عليك دمشق أدمى أحرفي، أحيا جروحا ما لهن شفاء. ومضت تشاطرك الأسى وتصوغه ألما يفتت قلبها صنعاء. هتف النحيب مدويا بجنانها دمعا تقود ركابه الأرزاء. فكأنها الصحراء أرهقها الظما تبكي السنين، وخطوها عجفاء. وعلى طرابلس المنايا حومت تقتاد جذوتها يد عسراء. ألقى عليها الليل ثوب سواده، وتبخترت في أفقها الظلماء. بالله، بالله من للقدس إذ صرخت بنا وقلوبنا عن همها صماء. بالله، بالله من للقدس إذ صرخت بنا وقلوبنا عن همها صماء. من ذا يداويها ويجبر كسرها، وعيوننا عن جرحها عمياء. هذه المدائن، هذه المدائن آه كيف تبدلت، وغدا يقود شموسها الأعداء. قد فرقت كالعقد ينثر حبه، فتبعثرت في أرضها الأشلاء. لا حول تملك كي ترى منظومة بعد التفرق والهوى أهواء. فالله نرجو أن يلم شتاتها، وتحل فيها الشمس وهي رخاء، حتى تعود وقد تنفس صبحها، وتخيط أنجمها يد بيضاء. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. تحياتي وأمنياتي بالخير الدائم للجميع قراء ومستمعين. أعرفكم بنفسي، أنا نهى عمر من فلسطين، كاتبة وشاعرة هاوية دعوني أقول، لأنني قطعت زمنا طويلا جدا عن الكتابة وعدت إليها من البداية. كتابي هذا يطير مع الدعاء، متمنية لكم أن تتحقق كل الأمنيات والأدعية التي ترجونها من الله. وهو أول ديوان طبعته ورقي، ولا يعني هذا أن قصائده هي الأولى أو الأخيرة، فهو يحتوي على قصائد قديمة جدا وأخرى كانت في وقتها حديثة. هذا الكتاب عزيز جدا علي، لأنه مشترك مع أخي البروفيسور روحي عمر، وقصائده ضمنتها في هذا الديوان إكراما له، لأنه له أتعاب علي، وأنا شرحت الحكاية في مقدمة الكتاب، وكتب قصائده في العام
ما بين العام 67 بعد النكسة إلى العام 71 متأثرا بما حصل، حيث هاجر من فلسطين إلى الأردن وعاش فيها وكان طفلا في حينها، يعتبر كان قد أنهى فقط الصف التاسع، وهو كان موهوبا جدا بالأدب واللغة والشعر وفي كل شيء، فهو متفوق دوما والحمد لله. وقصائدي أنا المتعددة ما بين التفعيل والعمودي أيضا متنوعة المواضيع، به الوطني وبه العاطفي والاجتماعي وما يخطر على البال. به خلل في الطباعة عن دار الوسيم في غزة، صدر خطأ بسيط وهو أنهم نسوا وضع أسيرة ذاتية وفهرس للديوان، ولكنه جميل. أتمنى لكم رحلة ماتعة بين سطوره. الخط العربي فن جميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم. أهلا وسهلا فيكم، أنا الخطاط مؤيد اليازوري. بدنا نحكي اليوم عن صناعة اللوحات. طبعا صناعة اللوحة الأصل فيها للأشياء الصعبة جدا، يعني لما يكون عندي مثلا تركيب ديواني جلي أو مثلا تركيب ثلث جلي نستعمل هاي الطريقة. اليوم أنا بدي أعمل شيء عشان القناة والبرنامج تكون بسيطة وتوصل معلومة بشكل سريع. بالبداية لازم أنا لما أجي أعمل لوحة يكون عندي ورقة، أنا عندي سلك مات ورقة، هاي الورقة باجي بعمل عليها أول سكتش أو بروفا. أنا بدي أكتب الآن مثلا بسملة، تمام، بختار المكان اللي بدي إياه بغض النظر، لكن مثلا هون. طبعا غير نتعمد إنه نخطأ فيها، طبعا هاي احنا بنسميها مشق سريع علشان يكون في اخطاء وتشوف كيف ممكن نصلح الاخطاء. طبعا يفضل اني اعمل سطري بشكل عام، هاي بسم، نكتب بسم الله فقط كافية. طبعا 1 2 3 4 5 6 تقريبا من هون لفظ الجلالة. فأنا عندي الآن بسم الله جاهزة، بدي أعملها على لوحة. طبعا أنا المعروف أنه ورق A4 هذا المقاس تقريبا 21 سنتي، فبدي أعملها على لوحة مثلا تكون 30 سنتي، فلازم يكون عندي تصوير أصورها على مكان أكبر. فبدون تصوير، لكن أنه هي عبارة عن عملية اختيار الورق. طبعا أنا جايب معي ورق مقهر، اوكي نستنى بس دقيقة تنشف. طبعا احنا شايفين هاي ورقة A4، تمام، الورقة اللي بنستخدمها هاي تقريبا 35 سنتي. بختار حجم الورقة اللي انا بدي اياه بطريقة معينة، القص يكون شوي شوي بس يفضل يكون في مسطرة، يعني
لكن أنا إن شاء الله إيدي يكون صحيحة. ورقي على جنب. هاي الورق. طبعا لاحظوا أنا كاتب بسم الله عاملها شفت على اليمين. لكن لما بدي أنفذها على اللوحة لازم بسم الله تكون في وسط اللوحة. هي هيك بختار وسط اللوحة. والورق شفافيته عالية فأنا شايف. أنا كان عندي غلط إنه الميم قصرت المد، لازم نطولها أكثر. تمام، النقطة خليتها خارج فلازم أعملها داخل الباب، تحت الباب بالضبط، ما تخرج عن هذا المستوى. وأخيرا نكتب لفظ الجلالة. والشدة أخيرا تنكتب بقلم ثلث القلم. هيك تقريبا اللوحة جاهزة إن نعملها على إطار. طبعا لما تنشف بكون معاي من الأدوات أدوات كتر، عشان مثلا الترتيش. مثلا في عندي هون هذا الجزء لازم اشيله، ممكن اشيله بفاين، والافضل اني ابلش اني لما اشيل عن الورق المقهر نفس الفاين، ما استعمل المشرط على طول، لازم بالفاين. فبنشيل هاي الاجزاء الزيادة بنفس الفاين. لما تنشف اذا بنركز هون في شوية نتوءات بارزة، نيجي بالمشرط بنحفها بتصير ناعمة وجاهزة لأنها تروح عند أي محل إطارات وتنعمل برواز وتطلع لوحة جميلة. وأهلا وسهلا فيكم، ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في لقاء جديد من فضاءات. ضيفتنا لهذه الحلقة الشاعرة والناقدة الأردنية إيمان زيادة، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا. أهلا ست إيمان، ضيفة على الرافدين وعلى فضاءات. أهلا بكم، اسمح لي أن أحييكم بهذين البيتين. يسعدنا. كتبتهما في الطريق. صباح الخير للأخيار تزجى، صباح الخير يا أهلا وسهلا، صباح الشعر يرفده الحيارة شعورا صادقا معنا وشكلا. جميل، صباح جميل الخير. صباح الشعر والجمال. ياك الله، أهلا وسهلا، شكرا يعني على هذه التحية الجميلة. بارك الله فيك. التي نظمت شعرا جميل. بداية، أنت درستي تربية الطفل وحصلت على البكالوريوس في هذا التخصص، ثم الدبلوم العالي في التربية، بعدها أخذت مسارا آخر فدرستي يعني اللغة العربية وآدابها، وتخصصت في النقد وحصلت على شهادة الماجستير في هذا المجال. هذا التغير في المسار كيف يفهم؟ يعني انتقلت من تربية الطفل إلى أن تدرسي النقد.
في البداية أنا كنت قد درست دبلوم متوسط في اللغة العربية، ثم تزوجت وانشغلت بالأولاد، وبعد فترة طويلة كملت جسرت، فكان المتاح لي أن أدرس معلم صف، لكنه مش خياري، لم يكن خياري. بعدها حين اخترت أن أكمل الدراسة في الماجستير، ذهبت وسجلت ماجستير مناهج وأساليب تدريس، لكنني لم أجد نفسي في هذا التخصص، هو نظريات غربية وفي الأغلب لا تطبق في مدارسنا، بيداغوجيا التعليم وهذه الأمور. فقررت أنسحب وأحول التخصص لتخصص أرغب به وأعشقه، اللي هو تخصص اللغة العربية. والدراسة في المراحل العليا، في الدراسات العليا، تنقسم لنوعين، إما في النقد والأداب بشكل عام، أو في اللغة والنحو، فكان اختياري النقد والأدب. نعم، يعني اختيار صعب هذا، يعني ما الذي دفعك إليه يعني؟ أحبي للأدب، للشعر، للقصة، للنقد ذاته، لأنني لا أحب القوالب الجاهزة، أحب أن يكون لي نظرة فيما أقرأ، فيما أختار. نعم، يعني كانت لك تجارب نقدية قبل هذا، قبل أن تدخلي في نقدية انطباعية مجال الدراسة؟ نقدية انطباعية، يعني كنت يعني أوضح وجهة نظري في أي نص، أفكر لماذا هذا النص، لماذا هذا العنوان، لماذا، دائما السؤال يتكرر بداخلي، فاتجهت للنقد. نعم، كانت لك كتابات قبل أن تدرسي الماجستير، تدرس اللغة العربية وأدابها؟ كنت قد بدأت الكتابة في الخاطرة. نعم. في البداية، حتى أنني فزت في المركز الأول للخاطرة في سنة 1992 أو 93 في يعني على مستوى الجامعات. الخاطرة، ثم بدأت في كتابة الومضة والقصة القصيرة جدا، وبعدها حين بدأت في قراءة القصة على المنصات كانوا يقولون أن الشعر أعلى، وهو في الحقيقة لغة الشعر أعلى، يعني القصة فيها روح شعرية. نعم. كانوا يقولون أن القصة مستوى ثاني للإبداع. نعم. فقررت أخوض تجربة الشعر، حتى أني تعلمت يعني كتابة الشعر وحدي. من يقرر أن القصة مستوى ثاني؟ الجمهور الذي كان يسمع. نعم. في ذلك الوقت فقررت أنه أستطيع خوض يعني تجربة الشعر، وبدأت وكتبت. نعم، أول ما بدأت يعني الشعر كتبت. قرار أم موهبة؟ هو موهبة، كانوا. نعم. يقولون أن لغتي شعرية في القصة، قريبة من يعني الشعر. الموهبة موجودة لديك لكنك لم تكتشفيها. نعم. وأنك لم. نعم. تتلمسي. نعم. إلا بعد أن قررت أن أحاول كتابة الشعر. جميل، أنت كتبت الشعر وكتبت القصة وكتبت النقد بعد هذا التخصص، فلنبدأ بالشعر. نعم. كما قلت أنه هو المستوى الأول في الإبداع، كما هو تذوق. نعم. حسب ذائقة الجمهور، طبعا نحن أمة تتنفس الشعر. نعم. لذلك نميل إلى الشعر أكثر من الأجناس الأدبية الأخرى. الديوان الأول هو ما بعد الذي كان، لفت انتباهي العتبة الأولى في هذا الديوان وهو الإهداء. تقولين في الإهداء: إلى الوطن الذي عاش بي دون ما أراه، وأحيا على أمل لقاه إلى فلسطين الحبيبة. هذا يعني أنك فلسطينية الأصل. نعم. طيب، كيف يمكن المرأة أن يحن إلى وطن لم يولد فيه ولم يره؟ ربما أن أول كلمة سمعتها من أمي كانت عن فلسطين. يعني منذ أن وعيت اللغة وأنا أسمع الأهل يتحدثون عن فلسطين، درست في مدارس وكالة الغوث. نعم. وطبعاً لا يدرس فيها إلا الفلسطينيين في الأردن. كنا نغني النشيد الوطني أيامها، قبل فدائي كان موطني، والآن صار فنشأنا على حب الوطن. كمان أيضا وسائل الإعلام الحديثة
ساعدت على تنمية حب الوطن. نحن نختار أين نذهب، نختار أين نذهب في وسائل الإعلام، فاخترنا أن نذهب إلى فلسطين. إذن الأهل الأب والأم كانوا نازحين من فلسطين. نعم. إلى الأردن. لاجئين. بعد اللاجئين. نعم. بعد النكبة أم بعد النكسة؟ بعد النكسة هم خرجوا من قريتنا الفالوجة. الفالوجة في غزة. نعم. نعم. إلى الفوار في الخليل، وفي بعد 67 جاءوا إلى عمان. نعم. إذن يعني الجو، البيئة، الحياة يعني رسخت لديك هذا الحب والانتماء، وأحيانا الجينات أيضا تلعب دور في هذا الأمر، أن تنتقل من الأهل إلى الأبناء. وفلسطين هي الحب والانتماء والقضية المركزية لكل العرب والمسلمين. بالتأكيد. لا شك كلنا نحب فلسطين ونتمنى أن ينزاح هذا الكابوس عن فلسطين وعن الأمة العربية، و يعالج وينقش هذا الجرب الكيان الصهيوني عن أمتنا إن شاء الله. نتحدث عن بعض القصائد في هذا الديوان. يعني لفت انتباهي مثلا قصيدة عروبة، جعلتها نكرة. يعني لم تعرفيها بالألف واللام، لم تقولي العروبة، لكن في الغالب نحن نقول دائما نستخدمها معرفة عندما نتحدث عن القومية، عن الانتماء العام. أنت جعلتها نكرة، يعني هل أفهم من ذلك أنه هذا التنكير جاء بقصد التوبيخ على المواقف التي نراها؟ نعم. يوميا. نعم. في هذه الأمور. نعم. جاء بقصد تصغير مواقفها. نعم. سبب تصغير مواقفها يعني كانت مقصودة. إذن هنا قصدية في. نعم. تنكير. نعم. الكلمة. نعم مقصودة. طيب ما ذنب العروبة يعني إذا كان بعض العرب اتخذوا موقفا سيئا تجاه قضايانا، اتخذوا يعني ربما طريق الخيانة، طريق الخذلان، طريق التنكير، يعني هذه المواقف وهي على مر التاريخ موجودة في. نعم. كل الأقوام. طيب ما ذنب الانتماء الكبير؟ وأين دور العرب الأحرار؟ نعم. ليصححوا الطريق. الأحرار يقاتلون. قاتلوا في فلسطين، وقوافل مواكب من الشهداء قاتلوا في الشام، قاتلوا في بلاد الشام كلها. نقصد عندما أقول الشام أقول سوريا وفلسطين ولبنان والأردن، وقاتلوا في العراق، وقاتلوا في مصر، وقاتلوا في المغرب العربي والمشرق العربي، وأعطوا مواكب من الشهداء. طبعا قدموا. نعم. لكن حربنا مع العدو أكبر، تحتاج مقاتلين أكثر. بالنسبة للملايين. نعم. من العرب قعدوا وناب عنهم مئات آلاف من قاتلوا، تحتاج مقاتلين أكثر. نعم. هذا سبب التنكير. يعني أنا قلت في كل الأقوام والأمم موجود هذه الحالة. نعم. الحالة الإيجابية الجميلة النبيلة. نعم. هو الموقف الحر والمقاوم، والموقف الآخر موقف السلبي، موقف النذالة لبعض الأفراد في كل الأمم. نعم. تقولين في هذه القصيدة يا حرها دمعة أو دمعة باتت تؤرقنا، نبكي العروبة عند الله نحتسب، لا بارك الله في الأعراب مذ سكتوا دون المجازر في المحراب ترتكب. يعني نعود أيضا لهذا النقمة التي تحملينها تجاه العروبة. قصدت أكيد العرب، أنت قصدت العرب بشكل عام للمواقف المعينة. يعني هذه الأمة كلها تقاتل، لكن مقموعة تحت أنظمة تسوس الشعوب بالنار والحديد، لكن مع ذلك نجد هناك من يتمرد على هذه الأنظمة من أجل حب فلسطين والقضية والانتماء. الأمة كلها تصرخ من جرح واحد. نعم. يعني على مستوى الأمة العربية من تطوان يا رئيس الخيمة، على مستوى الأمة الإسلامية من أسبانيا، من الأندلس إلى حدود الصين، كلها تصرخ. حتى الإنسانية في العالم، حتى يعني الشعوب الحرة يعني رفضوا هذا العدوان الصهيوني. يعني أنا حقيقة لست مع
أنه التعميم، يعني عندما يخطئ شخص معين في أمة معينة في قوم معين، يعني ليس من الإنصاف أن نعمم. أنا أجد هذه الحالة حقيقة عند كثير من الشعراء والأدباء، أنه يعني يسب العرب ويسب العروبة، هو نابعة من نقمة، يعني قد يجد لها مسوغا أنه هذه المواقف التي يتخذها بعضنا. لكن أنا عربي، أنت عربية، ملايين من العرب هم يتوجعون ليوجع فلسطين، ألا نحسب حساب هؤلاء؟ نحسب حسابهم. وفي قصائد أخرى يعني مجدت مواقف الشرف والشرفاء. نعم. لكن ما يحدث الآن من خذلان في غزة، وسبقها خذلان في العراق، وسبقها خذلان لأحرار سوريا. نعم. والمواقف كثيرة، الفلسطينيون بالذات عانوا كثيرا. نعم. في صبرا وشاتيلا، في يعني في كثير من المجازر، في غزة وحدها كم عانت، كم حرب مرت وغزة وحيدة. نعم. غزة تحت الحصار. نريد أن يترجم. نعم. هذا الحب لفلسطين وهذه المساندة لغزة أفعالا لا أقوالا. نعم. إذا كان الخطاب الرسمي خطاب تخلي في معظم الأحيان، خطاب خذلان في خطاب معظم خطاب الأنظمة. نعم. الخطاب طيب أنا الرسمي. لماذا أخذ الشعوب بجريرة الأنظمة؟ لأنها تسكت على ذلك. هي ليست ساكتة، يعني لا نرى فعلا نعم. يستحق. نعم. أو يعني بقوة الموقف الذي نحتاجه. لا نرى هذا الفعل. يعني أحيانا نسمع مثلا من بعض الفلسطينيين، طبعا من الوجع العميق، من الوجع في نعم. وسائل الإعلام، أنه أين العرب، أين طيب في كل الشعوب هناك من هو منتفع ومرتزق ويتعاون مع العدو. فموجودة هذه الحالة، موجودة عند بعض العراقيين، موجودة عند بعض السوريين، عند بعض الفلسطينيين، عند كل الشعوب المصريين وكل الشعوب العربية وغير العربية، موجودة هذه الحالة، حالة الخذلان وحالة الخيانة والغدر على مر التاريخ. يعني أنا قصدي أنه يجب أن يعني يجب أن نفصل بين مواقف أشخاص معينين نفر قليل، وبين هذه الأمة اللي هي محيط وبحر واسع، كله يعني كلها تبكي وجع فلسطين، وعندها استعداد أن تزحف لو الأنظمة سمحت لها بالتطوع لزحفت على الأقدام إلى فلسطين. لذلك أنا حقيقة استوقفني هذا البيان، أنت ما تقولين لا بارك الله في الأعراب متسكتوا. الأعراب صار تعميم الآن. نعم. الأعراب هم فئة من نعم. العرب. إذن أنا أخص هذه الفئة. نعم. هي أخص هي أخص فئة. الأنظمة نعم. معينة. نعم. يعني ليس بالضرورة أن نذكرها بالاسم مباشرة، لأن هناك خطورة. نعم. وليس كل العرب. نعم. لكن يجب أن نحسب حساب الأحرار، وهم مساحة واسعة. نعم. لا لهم مساحة واسعة في شعري. يعني في العراق عندما حصل احتلال الأمريكي للعراق، يعني مئات الآلاف بل ملايين. نعم. يقاتلوا، هناك من حمل السلاح، وهناك بالكلمة، وهناك من عاون وساعد على تقديم السلاح للمقاومة، لكن الميليشيات المارقة، الأنظمة، الذيول عاونت ساعدت الأمريكان واصطفت مع الأمريكان وواجهت هذه المقاومة، والحال موجود أيضا في فلسطين وفي كل البلاد العربية التي تعاني من هذا الأمر. يعني كما قلت أنه التعميم يجب أن نحذره في خاصة ما يخص الإساءة. فكثير من أسمع من بعض الأدباء وكتاب كبار، يعني أقول له أنت يعني تعتب على العرب. أنا أعرف أنت تقصد الأنظمة، لكن أحيانا نحن نؤذي دول، يعني نقول الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية، لكن الحقيقة احنا قاصدين الأنظمة. لكن يعني مطلوب من عندنا أن نخصص النظام المعين أو أفراد معين. على العموم نكمل بعد الفاصل ما درت. إن شاء الله. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الشاعرة والناقدة الأردنية إيمان زياد. أعود إليك ست إيمان. كنا نتحدث عن حالة الإطلاق. أنتقل في يعني العتب أو اللوم فيما يخص المواقف الوطنية. أنتقل إلى قصيدة أخرى في هذا الديوان، ديوان ما بعد الذي كان، قصيدة القدس. تقولين فيها: فيها الجنائن غردت أطيارها، السعد في روضاتها ورحابها. هذه القصيدة لما قرأت كل أبياتها شعرت أنك كتبت هذه القصيدة بمزاج مستريح، مزاج منشرح، لأن كلها غزل يعني وأخيلة جميلة. يعني حاولت تنقية القصيدة من الأحزان والأوجاع والجرح التي تعاني منها القدس وفلسطين والمآسي التي تخيم على هذا البلد المحتل من قبل الكيان الصهيوني. بدي أن أتلمس ما وراء هذا المزاج المنشرح في كتابة القصيدة. يعني غالبا عندما نكتب عن فلسطين والقدس نستحضر دائما الأحزان والأوجاع والجراح، نادر ما نجد قصيدة عن فلسطين أو عن القدس كتبت بهذا الفضاء البعيد عن المآسي. القدس جميلة، جميلة ببيئتها، يعني بالبناء، لها صفات خاصة. الحقيقة أنني شاهدت فيلما قصيرا عن القدس صوره أحد سكان القدس يخرج من بيته ويسير في حارة عتيقة ثم يصل إلى الحرم المقدسي. فكانت هذه الرحلة القصيرة هي رحلة جمال، فأخذني فيها إلى وسط القدس، إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ثم صور من وسط الحرم صور المحيط وهي قرى القدس. نعم. منطقة خضراء فيها الجبال، فيها أرض الوادي، فيها السهل. فأخذني جمال القدس وكتبت هذه القصيدة القصيرة فيها، وهي تستحق أكثر من ذلك بكثير. جميل جميل. إذن هذا يعني هذا المشهد هو الذي حملك على على أن تكتبي هذه هذه القصيدة عن القدس. جميل. أنا حقيقة هو لفت انتباهي أني لم أجد فيها جراح أو أحزان أو مآسي، فقط عن جمال القدس، عن الجبال، الهضاب، الرياض، الرحاب بشكل عام. فقلت خلي أسأل إيمان عن هذا المزاج المنشرح في كتابة القصيدة الآن واضحة. بدي أن أسمع قصيدة منك يعني حتى نبقى في فضاء الشعر. لكل سرور. قصيدة خبايا القوافي. ما الشعر إلا نفحة الأنوار، ما الشعر إلا نفحة الأنوار، ويبوح عني دون ما إقراري. هذه القوافي لست آمنها على ما دار في بالي من الأفكار. ستراود الصمت العميق لينجلي، وتشي بما أخفي من الأسرار. فسل القصائد كم تسامرنا معا، كم صفحة أسكنتها أشعاري، كم ليلة غافلت فيها غفوتي ولقيتها في السر والإجهار. كم مرة شعري خبى في هجعة وسلى عيوني دون ما أعذاري، وانسل من عين الكرى لغيابه ما حيلتي في البعد والإنكار. حتى ظننت بأنني ودعته فيعود ثانية بلا إخطاري، ويفيض وحيا بعد طول تخاصم في فرحة فيسيل كالأنهار. فإذا ارتوت منها جنائن أحرفي وتمايلت من لحنها أوتاري، وتزينت بالورد كل قصائدي وتعطرت بشذا كما الأزهار، سيبدد الحزن الكئيب حضوره
وينير في عتم الدجى أقماري تبا لما في الشعر من ترنيمة لا تنتشي إلا بها أسحاري، لكنما سيظل صوتا عابقا ومتوجا بالفخر والإكبار. جميل جميل جميل، أحسنتي. بارك الله فيك. المفارقة والسخرية في القصة القصيرة جدا، محمود شقير نموذجا. نعم. هذا كتاب نقدي وفي الأساس هو بحث لرسالة الماجستير. نعم. لك في الجامعة. محمود شقير طبعا كاتب فلسطيني معروف كبير، ولد في مدينة القدس بجبل المكبر. نعم. وله رصيد واسع من النتاج الأدبي، تراوح ما بين القص والرواية وكتابة الدراما التلفزيونية. نعم. فبحثت عن الدافع لديك لماذا اخترت هذا الكاتب. لا شك هو كاتب كبير وله نتاج واسع كما قلت، لكن بحثت عن دافع أو رابط بين إيمان زيادة وبين محمود شقير، وجدت أن المساحة الأوسع لكتابة أو نتاج محمود شقير الأدبي هو القصة القصيرة فيما يخص أدب الطفل. نعم. لذلك قلت ربما لأنك الدراسة الأولى درستي تربية الطفل، فاحتمال هذا الرابط أو هذا دفعك أو هذا يعني هذا القاسم المشترك بينكما، ولا أدري ما الذي أغراك في أن تدرسي أو تختاري محمود شقير لتدرسي تجربته في القص. محمود شقير هو كاتب فلسطيني، هذا الرابط الأول. الرابط الثاني حبي للقصة القصيرة والقصيرة جدا بالذات، وهو من أول من كتب في القصة القصيرة جدا في العالم العربي. كتب 7 مجموعات تناولتها في دراستي. أيضا كتب في أدب الطفل، وطبعا أنا أعشق الأطفال لأنني بينهم طفلة معلمة لكن طفلة. نعم، هذه كلها قواسم مشتركة بيني وبين محمود شقير. نعم، يعني بداية الانتماء الوطني فلسطين. نعم. هناك انحياز وانحياز جميل، ثم حبك للقصة القصيرة. نعم. ويعني ما رأي النقاد في هذا فيما كتبت عن محمود شقير؟ الحمد لله رب العالمين، أثنوا. نعم. أثنوا على الدراسة. قال لي الدكتور غسان عبد الخالق هي يعني رسالة مهمة جدا في القصة. نعم. القصيرة جدا، وستكون يعني مرجعا لكثير من الباحثين والنقاد في القصة. جميل، أنت تناولتي عنصري المفارقة والسخرية في القصص. نعم. القصيرة لمحمود شقير في البحث النقدي. أي العنصرين كان أكثر اتساعا في كتابة محمود شقير؟ المفارقة بلا شك. نعم. المفارقة يعني هي فن لغوي يتيح للقارئ أو المتلقي. نعم. إعمال ذهنه في هذا النص. هو لا يقدم بهذا الأسلوب، لا يقدم النص بطريقة سهلة، بل يترك للمتلقي مساحة للتفكير في المفارقة، للتفكير وربط المعنى. نعم. الظاهري بالمعنى الباطني. المفارقة كانت متوفرة يعني في مجموعاته 7 التي درستها بشكل كبير جدا. أما السخرية، السخرية ولا يقصد بها الضحك دائما. نعم. السخرية قد يعني يأتي بها الكاتب للنقد، لنقدها ظرف أو شخص. نعم، أحيانا تجي من تأتي في لحظة وجع. نعم. أو التعبير عن وجع. نعم، وهي أقواها في لحظات الوجع. نعم. وقد تأتي للضحك مثل الكوميديا، لكن كان يعني الذي وجد في قصص محمود شقير ليست كوميدية وإنما هي سخرية ناقدة. نعم، نقد الواقع العربي. نعم. المجتمع. إذا أردنا أن نعرف المفارقة ماذا نقول؟ المفارقة هي فن لغوي. نعم. يستخدمه الكاتب يعني يستخدمه الكاتب يعني لتوسيع الأفق ما بين المعنى الظاهر والمعنى الباطن. نعم، هذه المفارقة. طيب،
من نتاجك الأدبي مجموعة قصصية تحت عنوان تسقط أوراق الورد. يعني لا شك يعني غالبا نجد مخيلتنا مشبعة بما نقرأ من نتاج الآخرين، وأحيانا نسقط هذا الإشباع على ما نكتب في كل مجالات الأدب، سواء كان الشعر أو القصة أو الرواية أو حتى النقد أحيانا. التجارب يعني نستفيد منها ونقرأها، وهناك يعني مقولات معينة نسقطها على النص الذي يتعرض للنقد. فإلى أي مدى انعكس تأثير محمود شقير على تجربتك في القصة؟ انعكست أكثر في القصة القصيرة جدا. تعلمت من محمود شقير التكثيف في لغة القصة، والمفارقة بالذات، المواربة بأن أظهر معنى باطني يخفي خلف معنى ظاهري يخفي خلفه معنى باطني. هذا ما تعلمته منه، التكثيف والمفارقة. نعم، جميل. من محمود شقير فقط أم هناك تجارب أخرى يعني تعلمت منها وطلعت عليها؟ نعم نعم، هناك تجارب كثيرة. لعل محمود تيمور هو أول من قرأت له القصة القصيرة، يعني أخذني بأسلوبه. زكريا تامر طبعا قصة المشهورة النمور في اليوم العاشر، كانت قصة تدرس في المناهج لصف تاسع، لا أعلم إن بقيت أم لغوها. كانت قصة مؤثرة، هي التي دفعتني للبحث في نتاج زكريا تامر. جميل. وقراءته. يعني من قصص هذه المجموعة نوارس يافا. يعني شدتني كثيرا هذه القصة، اصطبغت بالوجع الفلسطيني عبر مخيلة أبي جهاد بطل القصة، وهو يسترجع شريط الذاكرة حيث يافا والبحر والصيادون والنوارس التي تنظر إليه بنظرات عتب، والدكاكين والطفولة والباعة وجراح النزوح. يعني يعيش لحظات الفرح، ولكن وهو يلفظ آخر أنفاسه في ختام القصة، يعني كما قلت عاش لحظات فرح وهو يسترجع هذا الشريط ليافا عندما غادره وهو بالخامسة من عمره. يعني كأنك تقولين أنه أو توحين أن حلم العودة إلى الوطن الأم، إلى هذه المدن الجميلة التي احتضنت طفولة الفلسطينيين، دونها الموت. هي حلم سيراودنا حتى آخر لحظة في حياتنا كفلسطينيين. للعلم أنا لم أزر فلسطين ولا مرة، عشت في عمان، مدينة بعيدة عن البحر. كانت يافا خيالا كما أتخيلها، بشاطئها، بمحلاتها، بالصيادين، بأهلها. هي حلم لن نتنازل عنه أبدا، فعلا دونه الموت. طيب لماذا يعني التقطت هذه اللحظات ولحظات الموت لأبي جهاد، ويعني ابنته هي التي أخبرت أن والدها أنه مات وهو يعيش هذه اللحظات، يعني اخترت هذه اللحظة لماذا؟ والله يعني ممكن الإنسان يسترجع شريط الذاكرة في يعني لحظات حياته اليومية. هي أنا يعني كما أقرأ أن الإنسان يوم عند الوفاة يمر شريط حياته أمام عينيه، ففي تلك اللحظة أكثر ما رغب به أبو جهاد أن يرى يافا. نعم، لهذا السبب وشعر أن النوارس كانت تخطفه. نعم، جميل. قصة أخرى وهي التي التي حملت عنوان تسقط أوراق الورد، وهو طبعا العنوان الكبير للمجموعة القصصية، وهو عنوان قصة من قصص هذه المجموعة. خاتمتها قاسية، وهي حصاد مرارة القرارات غير السليمة للأهل في مصير الأبناء، يعني لا سيما البنات إذ زوجوا ابنتهم لشاب
يعني عديم المسؤولية، عاشت معه في حياة مريرة، معاناة، إهمال، حرمها كرامتها والعيش الكريم، ثم تتمرد على واقعها فيما بعد لتكمل دراستها وتصنع لها حياة طيبة، لكنها تصطدم بعقلية المجتمع فتتهم بشرفها ليقتلها ابنها غسلا للعار. ما لفت انتباهي أن ابنها عمره 10 سنوات وهو يقوم بإطلاق الرصاصة على أمه ويقتلها، ثم يكتشفون فيما بعد من خلال يعني الطب الجنائي أنها يعني عفيفة وشريفة ولم يمس شرفها. يعني كيف طفل بعمر يعني 10 أعوام أنه يحمل مسدسا ويقتل أمه؟ هذه ظاهرة في جرائم الشرف، الأخوال والأعمام دائما يولون هذه المهمة لحدث، أولا ليتنصلوا هم من عقاب الجريمة، ثانيا ليكون عقاب الحدث أقل. لكن العقاب لا يتوقف على العقاب القانوني، فتعاقب الابن عقاب نفسي، يعني عاش مريضا نفسيا يعاني من مرض نفسي بسبب ظلمه وقتله لأمه التي هي أحب الناس إليه. يعني نعم، هذه ظاهرة للأسف، إسناد هذه الفعلة الشنيعة للأطفال. يعني لحظة قاسية عندما تخاطبه وهو يطلق عليه النار، نعم، في لحظات الموت تقول له يا أمي أنا أحبك وأنا شريفة وعفيفة. لكن أنا قصدت أنه بهذا العمر يعني لا البنية الجسدية لهذا الطفل تمكنه من أن يحمل سلاح، يعني لا تتوفر لديه الشجاعة والقسوة والقوة. لماذا يعني جعلته في 10 سنوات مثلا ممكن أن يكون إلى حد 17 سنة؟ هو يعتبر حدث غير راشد، ممكن أن يعني يتعرض لعقوبة واحدة سواء كان في هذا العمر أو أقل، لأنه سهل التأثير عليه. نعم الأهل أثروا عليه بسهولة فقط لهذا السبب، ثم اكتشفوا فيما بعد أنها شريفة وعفيفة، لكن بقي العار يلاحقهم. إلى والزوج ذهب وتزوج امرأة أخرى، يعني لا ليس هناك آثار عليه إلا هذا الرابط بينه وبين أبنائي، وهو عديم المسؤولية كما صورتي أنت في القصة. شكرا لك على هذا الحوار الجميل. إيمان زيادة، شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا لهذه الفرصة، حياك الله. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.